الفيلد نتاعو اللي معنا مباشرة بالتليفون في وقته الآن. في وقته. مدام هاجر صباح خير. صباح خير عافية. الحمد لله على سلامة براء. أهم حاجة والحمد لله وأنه هالكابوس هذي تنحى ورجع لدارهم. مدام هاجر أنت ما تكلمتش بالكل من آخر تصريحات قبل ما يتم العثور على ابنك. ما نعرفش إذا كان واحد في هالفجعة هذية وهالظروف هذية باش تسمح له نفسيته أنه باش يشوف شنو قاعد يتحب ويتقال للأسف. ما احنا كوسيلة أعلام وطرقنا الموضوع لازمنا باش نرجعوا على خاطر كثروا لي فيرسيون كل واحد شنو يقول واحنا نحبوا نمشيوا للمصدر وناخذوا من عند الكونسيرني بيدها الوالدة هي تقول لنا طمنا على براء وتعطينا شنو اللي صار بالضبط. اسمعني سي علي مرة الأولى يعطيك الصحة على شخصي يعطيك الفرصة باش نتكلم فيها ونوضح للرأي العام وللناس اللي تقلقت على ولدي واللي ما عندناش مزية ولدهم اللي أنا كي براء بالحق ولد تونس ولله الحمد معناتها الحمد لله. حبيت نقول لك أنا خاطر من البارح اللي جو وضحت بلي أنا ما عنديش اصلا وقت خاطرني محصوره ما بين مندوب حمايه الطفوله ما بين الطب النفساني اللي تابع الجرجان. انا والله نقول لك راني من البارح الصباح راني يعني مسكره تليفوني لحق شيء رانا كنا عائله كامله على ذمه التحقيق ومندوب حمايه الطفوله وراني صباح كامل وانا في الجرجان. هل ترى في الجرجان الناس تحل التليفون؟ الله هو العالم. المهم جوست باش نقول لك حاجتين بالحق ما عطيت انا حبيت جوست نتعدى معك انت وهكا هاو اصلا ما خليتنيش حتى افرح برجعه ولدي. اي عندك حق ميساج جوست باش نوضحوا لانه الناس زاد تحب تعرف الصحيح. اكيد شوف هي زادت التحقيق والابحاث زادت متواصله باش نقول لك حاجه بركه معناتها اللي خليوني في التحقيق خاطر انا شاورت باش نجم نقول ما نكذبش عليك معناتها اللي التيتر اللي هو تعرض لعمليه تحيل وسطو على هاتف ولدي والساك نتاعو تحت التهديد هذايا الوحيد اللي خلاوني نقوله صدقني معناتها باش انا هو يكمل التحقيق على روحه في السيستم ويقد اموره باش لا انا نظلم عبد ولا ولدي زاد حقه يمشي. باهي وراهو بالنسبه للسيد اللي تدور حول الشبهات اللي برشا ناس قالوا كيفاش معناها الام تسرعت واتهمته بطريقه مباشره وتم ترويج صورته وكل. انا نجم نقول لك كان هو ينجم معناتها فما ما نعرفش كيفاش انا في القانون يقدر يهبط المحضر ينجم يهبط المحضر ويشوف انا يا هل ترى اتهمت ولا ما اتهمتوش. انا من نهار الاثنين نقول اللي هو الانسان الوحيد اللي شاف ولدي اللي هو باش يعاونني على خاطر مشى يفركس معايا وجا معناتها وقال لي هيا نهزك للجبل تلمو انا في السياق انا قلت له نمشي معاك ولدي يعني الكبير وين ماشيه معناتها انت ما جاي معايا للمركز على اساس باش يشهد انت شفته على شويه ما تهوي انت نبلع صار من غدوه الصباح نفركس فيه مرق يعرضني في الاجار نتاع التراب قلت له عايش خويا انت قال لي لا مانيش انا انت غالطه وباره اللي انت داخله بعضك والله العظيم قعدت المصلحه نتاع العشيه شوف خطر لي يرجعوا للمحاضر اللي تعملت في مركز راجل المصلحه نتاع العشيه انا ماني عارفه يا شيخ لانه اساس الراجل هذايا عطيت اوصافه راهو باش يعاوني على ولدي المصلحه كي عرفنا الاسم غادر وصيه هم اللي الاولاد عارفوا الاسم انا مين طبعا يعرفوا هديته انا المركز شكون نتلاقي الفلاني ما عرفتش كيفاش نجم نتحصل عليه زدت انا ما دخلتش هو ديجا عمل براكاج الطفله في جبل نتاع رادس والاخرى عمل لها تحويل وجه هذوما حاجات ثابته هذوما حاجات ثابته انت تعرفت عليهم غادي في المركز انا دخلت البنات قبلي انا كي عطاو هما لسه قلت لها انا راه بس اسم اللي جبت لكم هذايا على اساس باش يعاونني تصويرته هو ما هبطت الا مره يمكن بعد الخمسه نتاع العشيه بعد ما البنات شهدوا والطفله اللي قالت راهو في هزها للجبل يده مضروبه بالدم قالت له هي شبيك قال لها نحفر على كنز قال لها ادخل للبيت ولا شنو انا وين نعرف فما بيوت في الجبل ولا شنو قال لها ادخل للبيت هذا موجود في محاضر في الامن في قسم الشرطه نتاع رادس موجوده الطفله قالت له هي لا انا ما نخش نخاف قال عندك شكون باش يونسك قالت انا سمعت الحفله صدقني لازم ترجعوا لكاميرا اللي موجودين قدام مركز رادس والا انا في اللحظه هذيك عائلتي هاجت وقتها سامحني انت انا حتى الحاكم نتاع رادس قال ما الدنيا كل مربوطه في بعضها الدنيا كل مربوطه في بعضها قال لي وقتها في اللحظه هذيك وقتها عائلتي هاجت ما نكذبش عليك نجم تجبدني انا حتى باللي فيديو ولا اي عبد وقتها متعدي انا حتى يدي على خدي واضح مدام جوست انا جيب معناها حاجتي بزوز معلومات نطمنوا على براء لاباس شنو ما الاجراءات توا شنو باش يعمل هذه اول حاجه دونك معناها طمنا عليه وقول لي شنو السويفي اللي باش يكون بالنسبه لي بالنسبه لبراء الحمد لله
الحمد لله ما خرجوا لما هما معناتها عدي وعلى تجيب ولدي لبس الحمد لله لا تعرض للعنف حرام مش نقول لو تعرض للعنف ونظلم الراجل حرام علي ولدي لا تعرض للعنف الحمد لله ولدي رجع لي لبس وشنية الحمد لله عد ولدي معناتها ليلتين مصبح وليدي صغير 14 سنة ما هوش راقد أما الحمد لله ديما الحمد لله ولدي جاني هذيك الفايدة شنية البارح أنا نهار الأولاني نهار الأولاني المنطقة هي قالت لي لا تتكلم ولا تعمل حد شيء ولا تنزل حتى نتفهم احنا احنا نتفهم سرية الابحاث وانه ما نزيدوش نتعمقوا اكثر فقط 14 سنة عباس فوالا طفل نحكيو على طفل راهو انفون بالضبط بالضبط انا لهنا راهو اللي يهمني فيه الراجل اللي يهمني حتى انت انا نغدر لولدي اللي هو رجع كيفاش انا توا حاليا مانيش مخمم في حد شيء خلي كل شيء بيد ربي والقضاء ياخذ مجراه انا توا فقط تفصيل دقيق تفصيل صغير بركه زيدا يلزم نجاوبوا عليه على خاطر اكثر فيرسيون دارت البارح وانه براء مشي من تلقاه نفسه لدار خالته هذيك من تلقاه نفسه الساعه هو ما عندوش خالته وفي سوسه ملي اختي سافرت اختي عندها شهرين ملي روحت نسيت تكون هنا في رادس على خاطر امي قعدت وحدها واضح هذايا الباقي كله يحكيه الحاك معناتها يحكي الحاك واضح اجبتنا سيدتي ما نحبش نزيد نلزلك برشا على الابحاث هو كان عنده شوف اخذ معنا شنو نعطيك انا ندي كان هو عنده حق يجي ويكذبني ويقول لي يا مدام راهو هذا كل ما صارش يمشي يشكي بيا بالحق يمشي يشكي بيا ونتقابلوا نحن ونقول له يا هكرا انت ما قلتليش وما عملتليش وما جابتيش وما هزيتنيش وقتها صح عليه فوالا حاجه واحده انا قالوا لي تو مانا جيت تقول لي تعمل حد شيء وبلش نعاود انا متخايب البارح مثل ما نهمش عمري ما نعرفش قلت له يا اخي ما حضر تفكر انا نحترق اللي مادام تفكر او ما نجموا نحكي واحد شيء الا من مندوب يقول راهو تقول هذه نفسيته مرتاحه وتبدا وقت ما ينجم يكمل الابحاث ويرجع معناتها ان شاء الله يا رب الله واللي سألنا على ولدي واللي قال عليه الخايب يعطيه الصحه بارك الله فيه ولله الحمد لله هما ناس قليله ماشي الناس اللي شكون باش يقول الخايب في ولايتي هما اللي حكي انا حنا كي هبطنا التصويره بعرفها مع الطفل هما اللي قالوا راهو عنده سويد قال ما نعرفوش وعايش ما تعرفوش معناتها اللي قال يتحاسب على الكلام اللي قاله كان يعني عنده ما يثبت اني انا قلت حاجه ولا واحد من عائلتي قال عليه حاجه يتفضل واضح حبيبي واضح سيدة هيجة دونك نلخصوا اليوم بالنسبة لبراء الحمد لله عند عائلته متابعة نفسية تدخل مندوب الطفولة الأبحاث متواصلة مازالت أي واللي صار هو عملية تحيل وسطه تحت التهديد هي اللي خليته يختفيها نهارين هذوما ظهر لي واضح هكايا وكان فما حاجة نرجعوا لها في الإبان بعد ما يكملوا التحقيقات الكل ان شاء الله ان شاء الله الحمد لله على سلامه ولدك هذيك اهم حاجه ربي يفضله لك ان شاء الله عايش بارك الله فيك شكرا لك سيده هجر